بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نديرو دابا بعض الامور اللي عندها علاقه بلي شيت دي غيزون. غنشوفو بعض لي كونستيتيون اللي كيكونوا لنا الريزون الكتريك ديالنا. الور شنو هو الريزون؟ الريزون هو واحد السيركوي الكتريك كي كومبورت او موان ان جينيراتور و ان ريسيبتور. يقدر يكون ريزيستانس، يقدر يكون كوندونساتور، يقدر يكون بوبين. هادو كلهم دي ريسيبتور. و انتربتور اللي هو قاطع تيار دي فيل الكتريك، يعني خيوطه ديال الكهرباء اللي كيمر اللي كيدوزو لنا كورون الكتريك. هاد لي كونستيتيون هادو هما اللي كيكونوا لنا ان ريزو الكتريك على الاقل. الوغ غنشوفو فهاد ريزو الكتريك، فهاد السيركوي الكتريك، خاصنا نعرفو واحد جوج مفاهيم اساسيه بزاف اللي كي تبنى عليهم اي ريزو الكتريك ديالنا. هما المفهوم الاول، مفهوم اللي هو لي نو د العقد و المايل. اوكي، شنو هما لي نو؟ يعني العقد هما النقط اللي كاينين في السيركوي اللي كيتلاقى فيهم على الاقل طروه ديال لي ديبول، سواء كانوا اكتيف سواء كانوا باسيف. ان فوا عندك واحد دو بوين، هذيك لو بوين كيتلاقاو فيها تروا دي بول، دونك هذيك يمكن لي انا نسميها نود. كيفاش نجي نشوفو هاد الصوره باش نستوعبوا الفكره؟ هاد الصوره هذه الى لاحظتي فيها واحد السيركوي الكتريك. هنا غادي نحددو فين هي النود هنايا. واخا، اوكي، بالنسبة لهاد السيركوي النود هي في هاد المنطقة هادي اللي كاينة هنايا، في هاد المنطقة هادي. شو هاد المنطقة هادي؟ هنا كاين النود ديالنا. علاش كاين النود هنا؟ بحيت في هاد النقطة هادي كيطرو ليا كاين كي ارتبط ليا طروا ديال لي ديبو. الديبو الأول اللي هو سميتو ال ان، اللومب واحد يعني المصباح رقم واحد. و لمشيتي على اليمين غتلقى ال2، و لمشيتي على اليسار غادي تلقى جينيراتور. دونك هاد البوان هادي يمكن لي انا نسميها نود. ولا كاينه واحد تعريف اخر للنود افضل من هذا، اللي هو النقطة اللي كتوزع فيها الكورون الكتريك. لاحظ مع الكورون الكتريك سميتو اي. هاد اي غادي كيوصل هاد النقطة هادي كتوزع. دونك هاديك لو بوين اللي كيتوزع لي فيها الكورون الكتريك يمكن نسميها حتى هي نو. سوا نتفهمها بالنقطة اللي كيرتبط بها ثلاثة ديال لي ديبول، ولا فهمها بالنقطة اللي كيتوزع فيها الكورون الكتريك. صافي، تتسمى عقدة على العموم. اوكي، بالنسبة للمايل، المايل هو واحد الشومان فيغمي دون ان سيركوي الكتريك. شنو كيعني هذا؟ كيعني لاحظ معايا هاد السيركوي هادي. هاد السيركوي هادي راه كتمثل لي انا واحد الشومان فيغمي، واحد المسار مغلق. ها انت الا مشيتي هكا وهبطتي وطلعتي، شتي هذا مسار مغلق. مشيتي بديتي من واحد النقطة ورجعتي لنفس النقطة. دونك يمكن لي نسمي انا هادي مايل. هادي عبارة عن مايل. مي السيركوي الكتريك ديالي يمكن لو يتكون ليا بزاف ديال لي مايل، ماشي غير مايل وحدة. يعني ما فيش غير شومان فيرمي واحد، ولا شومان فيرمي فيهم واحد الخصائص كنعبرو عليهم بالواد كيرشوف. غادي نشوفهم. بطبيعة الحال كما قلت لكم ان السيركوي الكتريك ديالي ما فيش غير مايل وحدة. الى لاحظنا في المثال السابق، اجي نشوفو شحال من المايل عندنا هنايا. ناخدو هاد البوان هادي اللي هي هادي. مشيو ها نشوفو هكا ونرجعو لنفس النقطة. دونك هادي مايل واحد. اوكي، بالنسبة للمايل رقم جوج اللي هي هادي، كتمشي من هاد البوان كتبقى غادي في نفس السلوكة، كتهبط هكا وكتمشي و كتوصل لهنا. دونك هادي شومان فيرمي جديد، هادي مايل نيميرو دو. صافي،
واش كنلاحظ؟ كنلاحظ ان المايل نيميرو دو هي المايل الكبيره، وكت ووسطها كنلقاو والمايل نيميرو ان. صافي، هادشي اللي كان في الفيديو. صلوا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.